انا كنت واحد الانسانه لاباس عليا ما خصني حتى شي حاجه. كان سنادي واحد كنشوف محسن كيعرف ليش غادي يكلي غير معايا. هادي اللي كنهز محسن بوك وكان زوين وانا يقدرني يدخلو يغسلو محسن وكتلو حيا شوفو القدره الربانيه. حتى بقيت دارت نداء في القناه ديالها وكتقول لي ملي بغا وليدي بلا بنيا نعطيه ليه انا غير نخرج غير صافي انا عارفه راسي غادي نحس اي حاجه. وسخت وجهي وبعت وجهي ودرت قصديره علي ولكن ربي الا بغى يصايب غادي يصايب خوتي. وانا كتشوف فيا هكا انا ما عنديش وكنصدق من داكشي ما تخلينيش اكثر من هادشي دايره. كيفاهي عييت اخوتي إذا المشاهدين ومتابعين صوت العدالة الأعزاء في كل مكان أهلا وسهلا بكم من هنا العاصمة الإسماعيلية مكناس وبالضبط كانت واجدوا في هذا المكان اللي متواجدة معنا فيه هذه الأم ديالنا الأم ديال المغاربة كاملين اللي غادي يسمعوا القصة ديالها هي حكيمة. شنو غادي تهضر حكيمة في صوت العدالة اليوم وشنو هي الرسالة ديال حكيمة؟ كنشوفوا قبل ما نبداو معها في التصوير الدموع خليكم معنا باش تعرفوا القصة ديال حكيمة. السلام عليكم مغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. أنا سميتني حكيمة أم اللي وقعت لي وحدي قصة غريبة وباقي كنعاودها وعاودتها بجميع المناظر. حتى شي واحد محل لي بابو وقال لي مرحبا وأنا جيت لهاد الأرض السعيدة ربما يكون فيها خير. جيت لمدينة مكناس حيت مكان بغيتش بدار من بلاصة لبلاصة. إلا دخلت في الفيديوهات ديالي غتلقاوني كنتنقل من بلاصة لبلاصة مكنبركش في الدار ديالي بالخوف ماشي من الله من العبد أخوتي ماشي من الله من العبد. حيت الوقت اللي ضغطات عليا باش نهجر من الدار ديالي وغنعاود لكم أخوتي القصة ديالي. أنا كنت واحد الإنسانة لاباس عليا ما خصني حتى شي حاجة كنت حامدة سيدة ربي شاطرة حتى دابا حامدة الله وشاطرة. كنت ميسورة الحال بالبارسمة ديالي ولدي بالبارسمة ديالي في المكازا ديالي ديال الخياطة وخديت الجائزة الكبرى في مراكش من أحسن طراز خياطة ممتازة أنا والزوج ديالي والإبن ديالي. توفقنا يعني جميع البلدان كنخدمو بهم كنخدمو الشخصيات بحال الوجود ديالكم يعني كنعطيو واحد القوة زوينة. عندي واحد الوليد سميتو محسن وليد الوحيد اللي عندي محسن. كل واحد الانسان ما غاديش نقول لكم عليه مرضي وهو اخوتي تاع العائله راه كي كلشي كيبان ما كاينش اللي والد كتحب ولد اخوتي هادو 20 عام شربت من راس وخوتي مفرشه كلشي جو مفرح لي بلي بابا دخل ملي دخلت كيقول لي دير البارتمون ديالي. كان سنادي واحد كنشوف محسن كيعرف ليش غادي يكلي غير بعينيا هو تاهو كذلك كيشوف فيا كنعرف محسن شنو كان صاحبي كان خويا كان كل حاجه هو محسن. وهاد محسن نهار من الايام لبس هو جاتو وتفركس وجا وقال لي بابا في الغالب قلت له انا غادا بعروض قال لي واخا وغتمشي بهاد الحوايج قلت لي اه قال لي ما غتمشيش بيه انا غنخدم لك بياسه بسرعه اقسم لكم بالله اخوتي الى درس النهار في بياسه كل شيء ليها وداها البلاش ولبستها ما نقولش لكم كي جيت ما نقولش لكم كيفاش كنت اخوتي راه ما كنتش بحال هكا اليوم واللي بغاني يتصل بيا ونوريه كل شيء اخوتي. الحمد لله. المهم حكيمه غادي نمشيو هاد المرة هادي وغادي نقول لك فوقاش غيبدا التحول بعد ما عرفنا انه كنتي في البداية عايشة الحمد لله ميسورة الحال انتيا والابن ديالك والزوج. كنت معايا 24 واحد ما بين النساء والرجال. كي غادير تقلب حياتك لاله حكيمة؟ تقلبت حياتي اخوتي خمسة دقائق تقلبت حياتي. لبست حوايجي ومشيت لابسة ذهبي وماشية رزقي ولدي جا عندي بقى عاقلة ديك الصباح البس بشف شعر الله وكل شيء قال لي ماما راني غادي مش غادي نخرج لبرا وغادي لي الله يسهل عليك حط الصويرة ديال الطوموبيل حط كل شيء كيتحدث معايا كلمة وحدة هو ديما كيحل الباب يقول لي الوالدة هادي اللي كنهز محسن بوك وكان زوين وأنيق قال لي ماما كي جاك ولدك لابس الأبيض البس لي لبسة كلها بيضة
من احسن اللي بغيت نقسم لك البنت الا كان كيلبس غير لي مارك. قلت له وليدي ولدي جاني زوين وعلقني ويدير معايا واحد التصويره ويقول لي غني انا غنغني ندير قليب واحد بقيت غني عندي قليب واحد بقيت يقول فيها تيقول لي لما نهديه هدي اللي سمعت من محسن بسلامه بسلامه. انا خرجت العرس هو خرج باش يتفرج في الكوره الماتش كان يتفرج في داك الماتش مشى بقي ما كملش اخوتي الطريق دار ولدي حديثه ملي دار ولدي حديثه ضرب ضرب الراس واخا هاد الحديثه باش غيديرها ولدك بالموطور مشى دخل على صاحبو تا الحمام مشى عند صاحبو عند مو قال لي راه منير في الحمام قالت لي مشى عندو كيعاود لي منير قال لي خالتي انا باقي ما درتش الصابون كيقول لي نوض يلا كيقول لي صاحبي راه طوبت كيقول لي قلت لك نوض يلا خرجوا من الحمام وقال لي انا اللي غنسوق حطها الموطور قال يلا نمشيو نتفرجوا ما بقاش الوقت غادي بجهد كتعرفوا الدراري يعني الشاك ما شدت ولدي في السواق الدري راكب الله ضربت عليه الطوموبيل فران كاين غير البوطو الدري نقز ولدي دخل في البوطو دخل طلع على راسو يعني من تما ما سمعناش الحس ديالو سنتين وخوت كشكوشه خارجه من الفم والدم من الودن خسرت فيها خوتي 140 مليون اوراقي يا كلشي الا قلت هادشي كذب عندي اوراق عندي كلشي منين جاتك 140 مليون اللي خسرتي يعني؟ ندير صغير وليدي بعت بعت البرسمة ديالي وبعت المجازة ديالي ومني خرج ولدي ولا كيعرف يعني وقفنا باع حتى البرسمة ديالو يعني كان كاتب ليا الوكالة وكلشي بعت هادشي كلشي وليت ما بقى عندي حتى شي حاجة قلتي لي على أنه الابن ديالك نجا من الموت ولدي مات وتغسل عطاو ليا من السبيطار قالوا لي حنا ما قعدنا ما ندير يعني ولا جو تهامده ما كياكل ما كيشوف ما كيسمع ما والو ولا مثل صغير هو اقسم لكم بالله الى رجليه من اللور ما عنده لا قدام لا والو عنده الصبع يعني داك الشيء تكن كنهزوا اللحم وكندفنوه والكذب نزل عليه النار والنار ام حسين مات وحيا غطيناه دقيت على الجيران كتعرفوا الحومه كيفاش دايره كلشي تبارك الله وقف محسن مات محسن مات يعني عنده الصحاب عندي الجيران عندي زعما جيش ولكن في الاخر تخلاو عليا ماشي مشكله ملي وليت باقي راه كلشي تخلى ماشي مشكله يعني الناس تجمعوا بانهم غادي يديروا الماكله ويديروا داكشي والدري غيتدفن ملي دخلوا يغسلوا محسن وكفنوا حيا شوفوا القدره الربانيه حيا ولدي ملي حيا ولدي لقاو حي يعني داك العزو ما بقاش عزو ولا فرح واللي قال انا كذبت ندي من بلاصه فين كنسكن وغنسمعوا كلشي على ودنيكم يعني كلشي ولا فرحان هزينا ثاني جات لهم بلاصه داتو برك فيها ست شهور هو في الانعاش صافي الدقات ديال القلب هبطوا ثاني تحسنوا لي ديك الدقات عطاو ولدي بقيت كنعاني ولدي من بلاصه لبلاصه من بلاصه لبلاصه حتى ولا كيعرف مني كنبغي نبدل ولدي ليكوش كيجمع رجلي وكيحشب تيدير لي براسو هاه تنقول لي عافاك ابو حسين كيقول لي لا من يبدا كيتحسن ولكن عاجز راه باراليزي غير هو الدماغ بقى عنده وهنا راه كيتنفس غير من غير لاباراه كي محسن نجوجك وليدي بديك البنت اللي كنتي كتبغي قال لي اه مشيت عند البنت اللي كان كيبغي قالت لي لا ما ناخذش واحد الكروسه سمحت فيه حتى هي ملي سمحت فيه كانت الدقه قويه فين غادي نمشي فين غادي ندير مشيت عند واحد الناس البادية أقسم لكم بالله صافي هبلت مشيت لقيت واحد الناس معجزة كيفاش لقيتهم أجيت نعاود لكم ما غاتسيحوش مشيت عند دوك الناس قالوا لي راه كاين هاد البنت ولكن يتيمة راه ماتت تزالت من كشمها راه أمها ماتت وباها دوز من وراها عام ومات راه ما عندها لا أمها لا باها لا خوها لا ختها قلت لهم بغيت مشيت عندها وريتها التصايرات قالت لي قبلت علي لا قبلتي على هادشي يعني جات هذيك البنت راه باقا معاه ما كاينش اللي ما كيعرفش شنو هو راه ولدت جوج وليدات ادم ورايان ودابا راه حامله بتميميين هزات لي ولدي وحيدت لي ليكوش ولا كيعرف اي حاجه وهي السند ديالو انا السند ملي جبت نوال لقيتها مريضه عندها واحد المرض في المصاري ما كانتش مسكينه في العربيه عارفه كانت ديما لا ديالي لا ديالي لا ديالي
من ديسا الطبيب قال لي انت راه عندها هاد الماده ديال المرض ولكن راه الا ولدك الاولاد غيكونوا وراثي ما يمكنش انا داك البنت تجيبها ولي نضيعها كتقول لي غمض ديتها عالج تبقيت كنعالج ليومنا هذا ولدك هي رايه هو الكبير حتى هو صدقت في ديك الماده ولدات رايه صدق في ديك الماده انا كنوكل ولادي بماكله غاليه خوت حيت ما يمكنش يعيشوا بالماكله اللي كناكلو حنايا راه كلشي كيعرف ديك الماده ديال الكلوتين كلشي كيعرفها بقيت كنغامر ما سمحتش فيهم فقر الدم ديالهم كلشي هزه كلشي محسن الا ما شربش الدواء يقدر يقتل لها يقتل راسو وبقيت اخوتي كامل نوال 12 عام ما ولدتش كنت كنشرب واحد الدواء ديال البروده حيت عندها البروده تصدقت مسكينه حامله ملي قلبت لقات راسها حامله بالتويلينين قالت لي غنخص هاد التويلينين بعد ديما ندير فيهم وانت مع ردر السجن قلت لها خليهم ما تقربيش ليهم دابا راه قريبة تولد حتى بقيت دارت نداء في القناة ديالها وكتقول لي ملي بغا وليدي بلا بنية نعطيه لي ونفك امي هذا اللي كيعلم بنتي ما كنبيعوش حنا ولادنا يفكوك شنو هو المشكل اللي بغاو يفكوك منه والمش عندي الدين انا غادا السجن راه تحكم عليا الملف ديالي بالمداونه وكلشي وانا ما كنقدرش نبقى في الدار كنهرب من الدار باش كنقلب كيفاش نبقى نسدد شويه بشويه باش نتفك من هادشي هضري لينا على هاد الدين هذا المهمه ديالي كيفاش غادي يكون عندك هاد الدين هذا وكيفاش الدين خديته على ولدي قلت ليه العمليه النخل درت عليه في اللقفه ما بقاش دابا في الكروزه ولا غير الكوكس ولكن ما عندوش التحكم يعني اي حاجه درتها على ولدي ما مشيت بيه بلا القهوه ولا الريستورات ولا حتى شي حاجه ما شريت بيه بلا حوايج لا والو على محسن اي ام واي اب غير بلا ولده يعيش ويشوف قدامه انا خوتي عام وربع شهور وانا درت واحد القناه وكناشد فيها المحسنين وباقا خوتي ما تسمعش النداء ليها اول ما درتها درت على هذا المشكل ديال الدين وما كاينش اللي حب عليا وعطف ليا انا ما ننساش الخير ديال الناس اللي كسات ليا بركه كي باش تشري هذه باش تشري ولكن باش تفك الدين ما قدرتش خوتي شحال هو الدين هذا اللي كيتسال 18 مليون شكون اللي كيسالك القروض واخدين ليا الناس واخدين ليا الناس وعاد واحد الميل فهاداك ما يمكنش يهضر نهضر عليه انا دابا انا مع هذا الحبس انا عارف راسي غادي الحبس اما انا ولدي راه اللي كنطلب وكنسعى وكنخرج وكنجيب ليه ما ياكلو ونشري ليه دواء وقيل ولكن الدين غلب ما قدرتش اخوت علاش انا كنت كنخلص ماشي ما كنتش كنخلص ولكن ملي مات جاني السرطان اخوت انا حليت الرحم ديالي في شهر 6 وكلشي كيعرف يدخلوا القناة ويشوفوا كلشي يعني اخوتي ملي جاني السرطان بقيت ما بقيتش كنطلب دم لا الكامل ولا حتى شي حاجه السرطان السكر صافي تخلعت لقيت البيبان دقيت القنوات الكبار انا رمضان اخوتي كنت كنعس في الزنقه دخل الفيديوهات غتشوفني كنعس في الزنقه انا وولدي ومرت ولدي كنعسو في الزنقه كنمشيو نقطعو من بلاد لبلاد كنمشيو على القنوات الكبار كنقول معافاكم دعمونا باش يشوفونا الناس ديالكم الا كان عندهم شي محسن ما كيبغيوش اخوتي الا واحد ثلاثه الناس هما اللي شفعوا فينا وبغاو ما كيبغيوش اخوتي المغرب كتقول الله اكبر وانا ناعس باكا في الزنقه وما كيعطيوش حتى ديك القرعه ديال الماء ما كيعطيوش شو ما عليك واخا اليوم تواصلتي مع صوت العداله او انه تلاقينا بالصدفه لا لا انا ما عمرني عرفت صوت العداله ولا ما عمرني مشيت ليه انا كنعست في واحد البلاصه يومين واحد عساس شافني البارح واحد ليسيا حدا واحد الشجره كنعوض صافي تسطيت جا عندي كيقول لي لا لا مخفي على راسك رخفي على راسك قال لي اليوم ما تباتيش هنا يلاه بحايا لعند ولادي الا قبلتي عليا قلت لي لا خليني هنا قال لي لا لا بزاف عليك راكي بقيتي فيا وما قلتليش من المشكل ديالك قلت لي المشكل ديالي بقيت فيه صراحه ملي بقيت فيها خوتي اقسم لك بالله كنشوف السيد حتى كيقول واحد الولد هو اللي معنا دابا افلان افلان اجي اجي هاد الولد قال لي مسكين يلاه تباتي عندنا يلاه كلشي قلت له وليدي انا راضيه عليك ما خليني حكيت لي المعاناه ديالي وبقي كلشي قلت لي لك وليدي ما تدير فيا خيرك غديرو فيه الكرب مشى حتى شي بلاصه خليني نشوف الله من نلقى وفعلا بقيت حتى الصباح وجا عندي وهو جابني هنايا وادى معايا الواجب كيما قال لي هادشي اللي كاين كنطلب الله الا عطفتو عليا الله يعطف عليكم ما نمشيش على ابو حسين ولا والو رايا هذا من غادي يبقاو ما عندهمش شي واحد الخوت
ما عندهم شي واحد. انا كنت كركب على الكره، كنت كركب على كل شيء. انا ام ناضله، ماشي ما عنديش راجلي، باش تعرفوني عندي راجلي. ولكن راجلي انا ماشي باقي صغيره خالص، راجل طيب، راجل طيب. راه حتى هو مريض برفق سوى البشير كله، وكان خالص يقول لي بسط شلك بينا يا راجل. كيبكي خوت، انا بقات فيا ديك النضال ديال من الاول جاهز على ولادي. من الاول بقيت مجاهده وانا ما غنهازمش حتى يديني الله المقبر ولا السجن. كتشوفي على انه غادي تمشي للسجن الى انه ما تخلصش؟ انا ما اعرفش السجن. واللي قال هادشي كذوب اخوتي يجي عندي وياخذ الاوراق ويمشي عند المحامي يمشي. اكيد الحمد لله حنايا في بلادنا المغرب العزيز الغالي على قلوبنا كاينين وليداتك اللي كيشوفوك دابا من غير محسن، وكاينين بنياتك اللي كيشوفوك واللي قادرين انهم يفرجوا الهم ديالك بعد الله سبحانه وتعالى. شنو هي رسالتك لهم؟ رسالتي الله يرضى عليكم وليداتي اللي كتشوفوني، والله يرضى عليكم بنياتي اللي كتشوفوني. ما تخليوش هاد الميمه، حسبوني امكم، حسبوني اختكم، حسبوني عمتكم، حسبوني كنسعى بالزنقه والزيتوني. الله يجازيك بخير، إلا درتي بيها الخير غيشفع لكم الله تبارك وتعالى. أقسم لكم بالله إلا عييت أخوتي، عييت وتقادوا للجهد ديالي. في القناة كيقولوا لي الطلاب، كنسمع كلشي ولكن قبل ولادي. أش من قناة اللي كادي يقولوك عليك؟ عندي قناة محسن ونوال، اللي ما عاونيش يعاوني في القناة، يدخل عندي القناة وتأون عندي. قناة محسن ونوال، إلا درتي لي أبوني لايك. راه حتى هي صدق اخوتي، راني كنضحك فيها باقي خطرات، كيقول لي الناس ضحكي وديري باقالي وديري وديري. كدير اخوتي علاش كديري هادشي هذاك؟ على قبل ولادي، على قبل باش تنجح القناه تنفك ديري، حتى واحد ما ساعدني. يا رب يا رب، ولكن حاجه اللي غلطت فيها خليت الخالق وكنطلب المخلوق، هادي اللي ما كانتش خاصني ندير. طلبت المخلوق خليت الخالق، كنمشي كنطلب الناس وغلطت في الله. اسمح لي يا سيدي ربي، خاصني انت اللي نبكي عليك وانت اللي نشكي عليك وانت اللي تحل لي البيبان. كيما قتلتي محسن وحييتيه، وكنت كنطلبك وكنطلبك وكنقول لك حي محسن، يقول لي كلمة بابا ولا بغيتي تدي تدي، وسمعتيها مني وفكيتيه وحييتيه ورجع قالها لي. وتدابا بغيت قد رايان وآدم وناوه أعباكم، هادشي اللي كنطلب. قسم لكم بالله تعيت قاش عند الجهد أخوتي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ارتاحي ما يمشيش. إذا المشاهدين الكرام كما شفتوا معنا الأم حكيمة والمعاناة اللي كتعيشها، وأكيد كما قلت ونعاود نقولها بزاف منكم اللي تيشريوا الآخرة ديالهم فهي الجنة أمامكم. اللي بغيت تواصل مع الأم ديالنا اللي هي أم المغاربة اليوم كاملين واللي كتنشد المغاربة كاملين من طنجة للكويرة، الرقم ديالها هو أمامنا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. على أمل لقاء بكم مشاهدينا في كل ما هو جديد ومفيد دائما على منبر الشعب صوت العدالة. كنت معكم بالبصير من العاصمة الإسماعيلية مكناس. إلى اللقاء.